أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هذا هو ثواب المتقين إذا رجعوا إلى الله. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لأن كفار قريش يقولون لو بعثنا على افتراض أننا نبعث فإننا إن لم نكن أفضل منكم فإننا وأنتم سواء. فقال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أي ما هذا الحكم، وهذا استفهام إنكاري، ما هذا الحكم الذي لا حجة لكم به، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، هل لكم كتاب درستم فيه وقرأتم فيه أن لكم مثل ما للمتقين، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، يعني تختارون ما تشاءونه ومن ذلك ما قلتم في هذا الكلام، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل لكم أيمان، يعني هل أعطيناكم عهودا موثقة، تلك العهود الموثقة بلغت أعلى توثيقها من أنها ممتدة إلى يوم القيامة من حيث التوثيق، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، من أن لكم ما تحكمون، الجواب لا، سلهم أيهم بذلك زعيم، الذي يكون أحدهم من هو كفيل لهم بهذا الحكم يوم القيامة، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، هل لهم شركاء يعبدونهم من دون الله فحكموا لهم بهذا الحكم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ومن ثم فإن الله عز وجل نفى أن يكون لهم ماذا، أن يكون لهم كتاب يشهد لهم بهذا، وأيضا نفى أن يكون لهم شركاء يحكمون بذلك، إنما هي عادة آبائهم، وكذلك نفى أن يكون لهم أيمان وعهود موثقة لهم، وكذلك نفى أن يكون لهم من يتزعم لهم ذلك ويكون كفيلا لهم بذلك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق، وذلك في يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، وهنا قال عن ساق، ولذا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له المؤمنون، أما من كان يسجد رياء وسمعة فإن ظهره يكون صلبا فلا يستطيع أن يسجد. ومن ثم فإن هذه الآية تدل بدلالة الحديث الذي في صحيح البخاري من أن لله عز وجل ساقا يليق بجلاله وبعظمته، لكن لو قال قائل جاء عن بعض السلف من أنهم قالوا يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة وعن كرب، لأن يوم القيامة به الكرب والشدة، فنقول القول في هذا كالقول في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فإن الله عز وجل لم يضف ذلك إلى نفسه، ولذلك لما قال يوم يكشف عن ساق لم يضف ذلك إليه، فدل هذا على ماذا؟ على أنه لا تعارض في ذلك، يعني يوم القيامة به شدة به كرب، يوم يكشف عن ساق أيضا لا ينفي ذلك أن لله عز وجل ساقا يليق بجلاله وبعظمته كما جاء بذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا في صحيح البخاري. فلا حجة لأهل التعطيل على أهل السنة والجماعة، فأصول أهل السنة والجماعة ثابتة وراسخة لأن مبنية على نصوص الكتاب والسنة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى أن يسجدوا لله عز وجل فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم يعني أن أبصارهم خاشعة، وهذا يدل على ماذا؟ على ذلها، بل على ذل أصحابها، كما قال تعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني تصيبهم ماذا؟ تصيبهم ذلة وهوان ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود ابتغاء ثواب الله وهم سالمون من حيث ماذا؟ من حيث الأعضاء ومن حيث الأجسام، لكنهم أعرضوا، فهنا في هذا اليوم لا يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلا تهتم يا محمد بهؤلاء، فذرني، وهذا للتهديد، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني من يكذب بهذا القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم بمعنى أننا نمهلهم درجة درجة من حيث لا يعلمون، بمعنى أننا نمهلهم من حيث الوقت، نطيل لهم الأعمار، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، يعني أعطيهم من النعم وأملي لهم حتى يظنوا أن هذه النعم ستكون باقية، كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأملي لهم إن كيدي متين، شديد، كيد الله شديد، وكيد الله كما مر معنا فيما يتعلق بالمكر إنما يوصف الله به على وجه التقييد، كما قال عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقد بينا ذلك مفصلا في أول سورة البقرة عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم، وأيضا في سورة آل عمران ومكروا ومكر الله، فقال الله عز وجل إن كيدي متين أم تسألهم أجل فهم من مغرم مثقلون، هل سألتهم يا محمد ثوابا على تبليغ الرسالة حتى إنهم أصبحوا من شدة ما زادت عليهم الديون أنهم مغرمون؟ الجواب لا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هل عندهم غيب الله عز وجل فيكتبونه؟ الجواب لا. ومر مثل ذلك معنا مفصلة في أواخر سورة الطور، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم ربك الكوني والقدري والجزائي، فاصبر لحكم ربك
ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إذ نادى وهو في بطن الحوت وهو مكظوم من أسباب الغم، كما قال عز وجل ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ، يعني لطرح، لنبذ بالعراء يعني في الصحراء وهو مذموم، يعني أنه آت بما يلام عليه، لكن نعمة الله عز وجل تداركته فلم ينبذ مذموما، فإن الله عز وجل رفع منزلته كما ذكر الله عز وجل في سورة الصافات وأيضا في سورة الأنبياء، فقال الله عز وجل لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ولذا ماذا قال بعدها مبينا فضله؟ قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، ولذلك اختاره الله عز وجل فجعله من الصالحين. وقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فقال الله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينبغي، كما ثبت بذلك الحديث، لا ينبغي لعبد، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم إني أنا خير من يونس ابن متى، فقال الله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني أن كفار قريش يزلقون ويحدقون النظر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرعوه ومن أجل أن يقتلوه، هذا قول. والقول الآخر ولا تنافي بينهما من أن هذا فيه دليل على العين، من أنهم يحدقون النظر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل استأجروا من استأجروا من أجل أن يصيبه بعين، فقال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني لما سمعوا القرآن فلم يتحملوه فأرادوا أن يصيبوك بالعين، فقال الله عز وجل لما سمعوا الذكر ويقولون إنه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لمجنون، كما مر في أول السورة ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما هو يعني القرآن إلا ذكر تذكرة للعالمين، لجميع العالمين، لكن الموفق من وفقه الله، هؤلاء من جملة العالمين لكنهم لم يوفقوا. ولذلك ماذا قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن تذكر بهذا القرآن الذي هو ذكر فإن الشرف يكون له في الدنيا وفي الآخرة. وبهذا ينتهي تفسير سورة القلم.